المسيحيين والمسلمين في هذا المشرق هم إخوة، وفلسطين هي قضيتهم جميعا، ويجب أن تتضافر الجهود فيما بينهم في الدفاع عن هذه القضية. في القدس هنالك استهداف للأقصى، هنالك استهداف للمقدسات والأوقاف المسيحية، كلنا مستهدفون. الاحتلال لا يميز في قمعه وظلمه وعنصريته بين كنيسة ومسجد وبين مسلم ومسيحي، وفي غزة كذلك الأمر، كل الشعب الفلسطيني مستهدف في هذه البقعة المباركة من العالم. السياسات الاستعمارية في الغرب لا علاقة لها بدين، ولا علاقة لها بقيم، ولا علاقة لها بكتب مقدسة أو قيم إنسانية. هذه مصالح سياسية، مصالح استعمارية، مصالح متعددة، وأمام هذه المصالح لا يحترم الإنسان، لا تحترم كرامة الإنسان. الشعب الفلسطيني يعاني منذ عام 48 وحتى هذه الساعة، لأن هذا العالم الذي يدعي الديمقراطية ويدعي الحرية ويدعي كل هذه الادعاءات لا يحترم كرامة الإنسان. يحترم الإنسان الذي يريده هو، ولكن عندما تكون القضية متعلقة بفلسطين تتوقف كل مسائل حقوق الإنسان، وكأنه حلال أن يقتل هذا الشعب، أن تمتهن كرامة هذا الشعب، أن يجوع هذا الشعب. وهنا يكمن الخلل الأخلاقي والإنساني في هذا الغرب، يغضون الطرف عن فلسطين وعن قضية فلسطين وعن شعب فلسطين، فيما نراهم يتباكون حول أمور أخرى، أوكرانيا وغير أوكرانيا. أنا طبعا لست محللا لا سياسيا ولا عسكريا، أنا أتحدث كمسيحي عربي فلسطيني أفتخر بانتمائي لهذه الأرض وأفتخر بانتمائي للقدس.